الذي أنشأها أول مرة أول مرة. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. إذا ضللنا في الأرض يعني إذا تاهت عظامنا في باطن الأرض وتفرقت ذرات أجسادنا في باطن الأرض أنبعث بعد التفرقة؟ رد عليهم مولانا قائلا وهو بكل خلق عليم. عليم عليم بكل خلق. حدثنا نبينا صلى الله عليه وسلم ان رجلا من بني اسرائيل لما حضرته الوفاة جمع اولاده واوصاهم وصية قال لهم يا اولادي انا خائف من لقاء الله ووصيتي لكم اذا انا مت ان تحرقوا جسدي وبعد ان يصير رمادا تضروه الرياح ارموا نصفه في البحر ونصفه في البر فانا اخشى لقاء الله. ومات ونفذت الوصية وحرق جسمه ودري في الهواء نصفه في البحر ونصفه في البر وامر الله البحر ان يجمع ما فيه وامر البر ان يجمع ما فيه وقال له كن فلانا فكان فلانا. فلما تمثل بين يدي الله انسانا سويا قال له الله ما الذي دعاك ان تفعل بنفسك هذا؟ قال له يا رب مخافتك هي التي دفعتني. قال له الله اما وقد خفتني فقد غفرت لك وادخلتك الجنة. الله الله. ما زلت اعرف بالاساءة دائما ويكون منك الصفح والغفران. لم تنتقصني ان اسأت وزدتني حتى كأن اساءتي احسان. منك التفضل والتكرم والرضا انت الاله المنعم المنان. قد غفرت لك وادخلتك الجنة. اولا يذكر الانسان انت خلقناه من قبل ولم يك شيئا. يا معاشر السادة ان الذين ينكرون البعث انما ينكرون وجود انفسهم ومن انكر وجود نفسه فهو سفيه لا عقل له. ان الظالمين هم الذين ينكرون البعث. ولقد رأينا في محكمة الدنيا في القاهرة ما تشيب له نواصي الولدان. رئيس المخابرات الاسبق يقف في قفص الاتهام ليلقي التهمة على سيده ويقول بالخط العريض ان سيده هو المسؤول الاول عن نكسة 67. وذكرني هذا بقول الله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. يا ويلتى يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. فلانا وما ادراك ما فلان. يا ويلتى. الناس نيام اذا ماتوا انتبهوا.
فإذا ما انتبهوا ندموا، فإذا ندموا لا ينفع الندم. مدير المخابرات الأسبق الذي كان إذا أشار بإحدى أصابع رجليه أزهقت الأرواح بالمئات. مدير المخابرات الأسبق، خذوا من الزمان عبرة. مدير المخابرات الأسبق يقف في قفص الاتهام ويلقي بالتهمة كلها على سيده عبد الناصر. وهذا يذكرني بقول مولانا عن أهل النار، وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يا رب يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا اولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين الا في ضلال. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، نريد ان نموت فنستريح، ادعوا ربك ليقضي علينا. فيظل مالك 1000 سنة ثم يرد عليهم قائلا انكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. وبعد ان يسأل الخزنة ويسأل مالكا رئيس الخزنة يتوجهون الى الجبار جل في علاه فيقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. فيقول لهم مولانا اخسأوا فيها ولا تكلمون. الجبار غضبان. الجبار غضبان. اخسأوا فيها ولا تكلمون. انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون. كأن القرآن ينزل الآن غضا نديا، كأن هذه الآيات نزلت في مدير المخابرات الأسبق ورفاقه. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. كان أحدنا إذا استغاث بالله وهو في سجن مصر، سجن الحربي، كان إذا قال يا الله رد علي حمزة البسيوني قائلا لو نزل الله من السماء لحبسته في هذه الزنزانة.